فالمباراة اللي أنا من وجهة نظري، المباراة اللي هي هتتلعب يوم 1 نوفمبر دي مباراة صعبة جدا على نادي الزمالك، بعد ما كانت سهلة النهاردة. بعد ما كانت سهلة النهاردة وكلنا كنا متوقعين إن شاء الله إن النهائي هيبقى بين الزمالك والأهلي. لا، المباراة دلوقتي مع التأجيل، لا المباراة هتبقى صعبة جدا على نادي الزمالك. هتقول لي ما هو الزمالك برضو مع التأجيل ده ساسي هيرجع وحازم إمام هيرجع ومحمود علاء هيرجع، ماشي حلو، لكن انت دلوقتي خلينا في الحاله اللي ان اللعيبه دي ما كانتش موجوده فيها، انت كسبت الرجاء هناك من غير ساسي ومن غير حازم ومن غير محمود علاء، مش كده؟ صحيح. طيب يعني انت دلوقتي الحاله اللي انت كنت فيها، بس الرجاء كان غايب عنه 8 6 و2 واحد مش مقيد افريقيا والتاني حميد احداث. طب ما انا بقول لك لو النهارده المباراه هتتلعب نفس الغيابات دي مش هتبقى موجوده النهارده. صحيح. لكن بعد 1 نوفمبر هتبقى حصل موجوده. بس هم كابتن وليد حصل اضافه للغيابات والاصابات اللي موجوده، ان في حوالي 5 6 لعيبه جالهم كورونا، فعشان كده الرجاء عمل مذكره او عمل شكوى او عمل طلب للاتحاد الافريقي او الاتحاد المغربي ان هو عنده حالات كورونا. ماشي. احنا متاكدين من الحالات دي؟ انا بقى كابتن متاكدين من التقرير اللي طلع؟ متاكدين ان انت بعد مباراه الزمالك هناك اللي انت المفروض قبل المباراه بتعمل مسحه، صحيح؟ فخلاص فانت داخل المباراه سليم. يقال يا كابتن وليد يقال. طب هكمل دي؟ ماشي. عشان عايز اقول لك اللي حصل بالظبط. فانت بعد مباراه الزمالك بتقول في عندي حالات كورونا، ازاي؟ بأني منطق؟ يقال يا كابتن وليد ان في 2 لعيبه من لعيبه نادي الرجاء كان عندهم كورونا. حضرتك عارف طبعا ان المسحه بتكون قبل المباراه ب 48 ساعه او ب 24 ساعه، وبالتالي انت مش عارف ال 24 ساعه انت بتخالط مين او بتقابل مين. فبيقال ان في 2 من لاعبي نادي الرجاء لعبوا وهم حاملين الاعراض. فلما حصل اختلاط بين لاعبي الرجاء وبينهم قعدوا بعض. انا بقول لحضرتك اتكلم. طب الزمالك؟ لا الزمالك ما فيش حد، ما حضرتك عارف الاحتكاك يعني. بالعكس. ليه؟ ده انت عرق وعندك نفس في التحامات وعندك غيرت التيشيرتات بعد ما حدش. لا ممنوع حد غير التيشيرتات. لا حصل، ما حدش في التلفزيون شفنا الكلام ده. هو ممنوع بس حصل. انا شفت. لا يعني ماتش الاهلي حصل، لكن ماتش الرجاء والزمالك ما حدش غير حاجه. انا بقول لحضرتك. انت متاكد؟ ماتش الرجاء والماتش الرجاء والزمالك لا، لكن ماتش الاهلي. طيب خلاص مش كابتن ايمان. لا انا ممكن ابقى غلطان. طيب خلينا كابتن ماشي. لعيب نادي الزمالك لما عملوا المسحه قبل ما لما وصلوا مصر بالسلام الحمد لله، او قبل ما يطلعوا الدنيا تمام الحمد لله ما فيش اي حاجه خالص. تمام. فده الكلام اللي بيتقال، فانا يعني بزود الكلام ده لكلام حضرتك اللي بتقوله. بتاكده؟ هل ده هل 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 الناس متاكده ان في حالات؟ هل هل الحالات دي حقيقيه؟ هل فانا بقول لحضرتك السبب كله جه منين؟ ان في 2 لعيبه. ودي مشكله ان انت كابتن دلوقتي لما اللعيبه تعمل مساحات لازم اللعيبه ما تخرجش، لازم اللعيبه تبقى موجوده في الفندق مقفول عليها، لازم ما حدش يخالط حد. طب انا هقول لك حاجه يا عم. انا اشك في الحوار ده كله. انا شاكك بنسبه 100% في موضوع كورونا، يعني مع احترامي لجميع الجهات المسؤوله عن الموضوع ده، لكن انا ما بقاش عندي 2 زي ما انت بتقول وبعديها بعد المباراه 8 وبعديها 16 وبعديها. لا 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 لا، مع احترامي للناس كلها ده كلام مش منطقي. عشان كده انا بقول لك المباراه بتاعت وجايز، خلي بالك يعني اللي انت بتقوله. انا مش بدافع، انا بتكلم بدي حضرتك التفاصيل وحضرتك تتكلم. ايوه فاهم. خلينا نقول الاسئله اللي انت قلتها في الاول يا عمر، اللي هي تعويض والوداد وكان مثلا الحكم، يعني الحاجات اللي احنا قلناها التعويضات دي اللي انت لازم تعوض فرقه والكلام ده كله. ما ممكن انا بعوض دلوقتي، ده تحليل يعني، بعوض فرقه الرجاء مثلا الظلم اللي حصل، لان هم بيقولوا اتظلموا في المباراه اللي هناك، فاحنا بنقول الكلام ده ممكن يكونوا بيعوضوا الكلام ده بكميه الاصابات دي بحيث ان المباراه تتاجل. وبعدين اللي حصل برضو، انا سمعت رئيس نادي الزمالك طلع مع في قناه الحدث وقال انا ارحب بالتاجيل تقريبا، او حد تقريبا قال، مش عارف مين اللي قال. فبرضو يعني مش عارف اذا كان ده صح ولا غلط، لان بعد كده كان المفروض اصلا الموضوع ما كانش فيه تاجيل، لان انت لما يجي لك الحالات الكورونا انت المسؤول خلاص، انت في اجراءات احترازيه،
فانت بتمشي عليها، الاصابات عندك انت المسؤول عنها، واسيب بقى الكاف هو اللي يحدد. طيب لكن ادي لك ثلاث حالات وبعديها اسال حضرتك سؤال، هقول لحضرتك انت مع التاجيل ولا ضد التاجيل. ماتش الهلال في دوري ابطال اسيا كان عندهم حالات كورونا وعملوا التماس للاتحاد الاسيوي، الاتحاد الاسيوي رفض واعتبرهم او اعتبرهم منسحبين من المباراه والهلال بره. تمام. نابولي ويوفنتوس في الدوري الايطالي، نابولي ما وصلش المباراه بسبب ان هو عنده حالات كورونا. الاتحاد الايطالي حسم الثلاث نقاط لليوفنتوس. اخيرا حوريا كوناكري وبيراميدز في الكونفدراليه الافريقيه نفس البطوله كان عندهم حالات كورونا. ايوه صح. ولعبوا بالفريق اللي موجود. طيب حضرتك بقى بعد كل الحالات دي، انا راجل مذيع فهسالك السؤال، حضرتك مع التاجيل ولا ضده بشكل عام؟ الاتحاد الافريقي شايف ان هو اخطا ولا كان عنده حق في موضوع تأجيل مباراة الزمالك والرجاء؟ لا ما عندوش حق. ما عندوش حق. اه طبعا. اللوم على اللاعب ان هو مش بياخد باله من صحته، مش بياخد باله من نفسه. هو ده الصح. ما انا بقول لك صحيح. انا ما اعرفش كمان التصريح اللي طلع وقال انا مع التأجيل قبل ما الاتحاد الافريقي يطلع قرار بالتأجيل، ده صح ولا غلط؟ طبعا. البعض بيقول ان هو تم يعني الاتخاذ بيه في قرار الكاف، والبعض بيقول لم يتخذ بيه من قرار الكاف. لا يعني بالظبط، بس الجواب اللي اتبعت لنادي الزمالك او اللي اتبعت للاتحاد الافريقي، بنشكر نادي الزمالك على اللي هو التاجيل او اللي هو سمح بالتاجيل والكلام ده كله، فمعنى كده ان انت الكلمه بتاعتك او التصريح بتاعك اتاخد بيه في الاتحاد الافريقي، صح كده؟ ده معنى الجواب، يعني انا ما بجيبش حاجه من عندي، فمعنى الجواب اللي هو اللي طلع من نادي الرجاء. لكن السؤال هنا ما كانش ليه لازمة التصريح ده سواء اتاخد بيه او ما اتاخدش بيه، يعني فاهم ازاي؟ يعني سيب الاتحاد الافريقي هو اللي يحدد، هو اللي يقول، هو اللي يقرر، فاهمني ازاي؟ لكن ممكن التصريح ده قود شوية الاتحاد الافريقي اللي هو يقول ماشي انا مع التأجيل، او ممكن ما خدش بيه، او ان هي كانت هيأجل، فاهمني ازاي؟ لكن زي ما قلت ان الشكر اللي طلع من نادي الرجاء لنادي الزمالك على اللي هو موافق على التأجيل ده يفسر اللي حصل.